مرحبا بكم مجددا، وبنبدا معاناكم اولى فقراتنا الحواريه في هذا الصباح، والحديث يدور عن تدشين اول مجمع صناعي للمركبات الكهربائيه بالتعاون مع احدى الشركات الصينيه لنقل هذه التقنيه بالمجتمع المصري، بما يعود بالنفع في النهايه على الاقتصاد وعلى المواطن ايضا، وتوفير وسيله نقل مناسبه وموفره وصديقه للبيئه، وايضا تليق بالمواطن المصري في نهاية المطاف. هناك خطة لإنتاج 2000 حافلة خلال 4 سنوات من خلال المصنع الحربي بالتعاون مع هذه الشركة الصينية، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال. وهناك تعاون وثيق بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وكذلك هذه الشركة لإنتاج هذه الحافلات وإدخال هذه السيارات الكهربائية في المرحلة المقبلة إن شاء الله داخل مصر، بما نحقق الاستفادة للجميع في نهاية المطاف. لا تحال، خلينا نلقي الضوء على هذا الموضوع وأهميته بالفعل وأهمية هذه الصناعة، وخاصة وأنها يكون إنتاج محلي كمان في مصر بنسبة كبيرة جدا هتكون في هذه الحافلات وغيرها من السيارات الكهربائية، وده بيخدم طبعا الصناعة الوطنية بشكل كبير. معي في هذه الفقرة سيادة اللواء المهندس حسين مصطفى محمد، خبير صناعة السيارات وأيضا المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا. مرحبا بحضرتك. أهلا يا فندم بحضرتك. يعني خلينا في البداية نتكلم عن هذا المجمع الصناعي، أهميته، ما هو الإضافة التي يضيفها، لكن خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل هذا الحوار. استلام أول حافلتين كهربائيتين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين وتصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك في حفل حضره عدد من المسؤولين المصريين ومن الشركة الصينية المصنعة. توثيقا لروابط الصداقة بين الصين ومصر، واستمرارا لجهود وزارة الإنتاج الحربي ودورها الفعال في التنمية المستدامة للدولة في كافة المشروعات القومية والوطنية كقاطرة للصناعة والتكنولوجيا في مصرنا الحبيبة. الجانب الصيني أشاد بتجربة التعاون في مجال السيارات الكهربائية مع مصر، وأكد أن مصر أصبحت سوقا جاذب للاستثمار الأجنبي. سعيد جدا بالتعاون مع مصر لفتح سوق جديد في مجال السيارات الكهربائية ونقل وتوطين هذه التكنولوجيا بها، وأشهد أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة. يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير التجارة والصناعة خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في أبريل الماضي. عمر حمزة، النيل. يعني بالفعل هناك خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في هذه الصناعة، صناعة السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة. يعني سيادة اللواء، خلينا نتكلم أو نوضح للمشاهدين الكرام أهمية هذه الخطوة، ماذا تعني هذه الصناعة وتوطينها داخل الأراضي المصرية؟ هي طبعا خطوة كبيرة جدا أن احنا نقوم بتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بداية رائعة. توطين التكنولوجيا معناها أن أنا يبقى عندي المصانع، المعدات، تدريب العاملين على هذه التكنولوجيا، ده بيخليني ان انا ابتدي افكر في صناعه السيارات، امكانيه صناعه السيارات الصغيره، امكانيه صناعه سيارات الركوب الصالون واشياء اخرى. توطين التكنولوجيا ده مش بس هو كده، احنا النهارده لما ننتج مثل هذه الباصات فوائدها كتير جدا جدا. هنتكلم الاول عن السيارات الكهربائيه، هي كلها بتقلل تلوث البيئة، بتقلل تكلفة الوقود اللي موجود، لأن طبعا في فرق كبير جدا بين استخدام الطاقة الكهربائية واستخدام الوقود التقليدي البترولي. ولو ادينا مثال مثلا هنلاقي ان هيئة النقل العام، ده يعتبر سيتي باص يعني داخل المدينة، هيئة النقل العام عندها 3000 اتوبيس بتصرف سولر سنويا 430 مليون جنيه، بتصرف تغيير زيوت 10 مليون جنيه، كل ده هيبقى مش موجود لما تنتشر السيارات الكهربائيه مثلا في هيئه النقل العام بالقاهره، عندنا اسكندريه، عندنا المحافظات، عندنا اتوبيسات المدارس، كل الكلام ده مصر فيها 190 الف اتوبيس.
محتاجين ان احنا نغيرهم مع الوقت. في فايدة مهمة جدا ان احنا النهاردة المناخ الاقتصادي، لما مشروع زي ده ينجح، شركة كبيرة جت زي الشركة اللي تم الشراكة معاها مع الانتاج الحربي، ده بيجذب الاستثمارات، بيخلي في شركات تانية تحزو حزوها. المناخ الاقتصادي حاليا مؤهل تماما، سواء بقانون الاستثمار الجديد او بتسهيلات الدولة في الاستثمار، ان تنتشر مثل هذه الاستثمارات في قطاع السيارات. التجميع المحلي عادة بيقلل تكلفة الاستيراد، الفرق بينه من 25-30% من قيمة التكلفة، معناها ان انا بقلل السعر، معناها ان انا بقلل العبء على الدولة، معناها ان انا بقلل نزيف العملة الصعبة اللي بيتم في استيراد تلك السيارات، ده بوجه عام يعني. فوائد كتيرة جدا لهذه الخطوة. تمام، وأكيد كمان بتعود بالنفع على المواطن، يعني في الآخر هو يلقى خدمة مميزة، خدمة أسعارها مناسبة. طبعا بنقضي على كثير من السلبيات اللي احنا شفناها، طبعا تكاتك وغير ذلك من الأمور، طبعا خطة الدولة لتوفير هذه السيارات الكهربائية لإحلالها مكان بعض هذه الحاجات اللي احنا طبعا بيتم السائد استخدامها في نهاية المطاف. بالضبط، يعني حتى التكاتك، يعني لو اتغيرت هذه التكاتك إلى تكاتك كهربية بشكل محترم، بشكل آمن، فيها أرقام للموتور والشاسيب بشكل ممكن ترخيصه، ممكن إن هي كمان هتضبط الرقابة على بقى القصة دي، وتبقى فيها عملية منظمة غير يمكن العشوائية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. بالظبط، في بالظبط. وبعدين وسيلة هادية بدون صوت، المواتير الكهربية ملهاش صوت طبعا وضجيج، ملهاش تلوث البيئة، دي تعتبر خدمات مميزة وبتعتبر خطوة بعد كده للسيارات الذكية اللي هي تتبع الباصات وحتى القيادة الذاتية مستقبلا إن شاء الله للجيل القادم يعني بإذن الله. طيب لو اتكلمنا عن يعني هذه هي الصناعة، يعني مساهمة مصر فيها أو توطين هذه الصناعة بنسبة إنتاج محلي ستكون كبيرة، يعني الدلالة في هذا الأمر والعمل على هذه الأمور، خاصة يعني أن في توجه من الدولة لتوطين مثل هذه الصناعات، جذب الاستثمارات الخارجية حتى يمكن يعني تنشيط العملية الاستثمارية داخل مصر والاستفادة من المقاومات الكبيرة اللي موجودة بالفعل. هو دايما التصنيع المحلي، لما نعمل أوتوبيسات أو نكتر صناعة السيارات، بيشجع الصناعات المغذية، يعني بينشئ صناعات مغذية جديدة، دي حاجة، وحتى الصناعات المغذية الموجودة بيطورها، لأن مشكلة الصناعات المغذية في مصر هي العميل اللي بياخد منها بياخد عدد قليل. كل ما يزيد عدد السيارات المنتجة أو الباصات في مشروع زي ده أو غيره وغيره، ده بيشجع الصناعات المغذية. طيب عايزين نوضح الصناعات المغذية عشان المشاهد برضه اللي معانا. الصناعات المغذية للسيارات هي صناعة مكونات السيارة. تمام، يعني لما بنيجي نصنع السيارة في مصانع السيارات الموجودة في مصر، فبيبقى فيها مكونات زي مجموعة التبريد، الكراسي، الضفاير، وهكذا، دي كلها صناعات، البطارية، الكاوتش، الزجاج، كل دي صناعات مكونات بتغذي صناعة السيارات، عشان كده بنسميها الصناعات المغذية. تمام، فهو برضو بينشئ أو بيطور صناعات موجودة، ده معناها فتح فرص عمل جديدة، وبرضو توطين التكنولوجيا في الصناعات المغذية. تمام، بيخلي الصناعات المكونات في مصر صناعة ذات جدوى وصناعة استثمارية تجذب استثمارات أخرى. طيب لو اتكلمنا لماذا اخترنا الصين او الشراكه مع احدى الشركات الصينيه، يمكن الشركه اللي احنا بنتكلم عليها يمكن لها تاريخ في هذا المجال ومن اكبر الشركات اللي هي موجوده، وبالتالي لماذا كان الاختيار والتعاون مع الصين في هذا المجال؟ هو اولا لما بندور على شركه نعمل معها شراكه، بندور على شركه قادره على نقل التكنولوجيا وقادره على الدعم الفني. نعم، لديها ما تقدمه. لما بنيجي النهارده نقول الصين، أنا بنتكلم على دولة كبيرة جدا متقدمة في صناعة السيارات. العالم بيصنع في السنة من 100-105 مليون سيارة، تلت هذه السيارات بينتج داخل الصين، وأغلبه بيستخدم في السوق المحلي، يعني بيتم استهلاكه في السوق المحلي الصيني. الصين ما بتهتمش بالتصدير، يمكن بتهتم بإنشاء مصانع في الخارج. التكنولوجيا الصينية متقدمة جدا، يعني نقدرش نقول صناعة السيارات في الصين، احنا يعني لما بروح اشوف المصانع كل سنة بنلاقي فيه تقدم. النهاردة في مصانع
بالكامل كمبيوترايزد بالروبوتس وال يعني بال ما بقتش زي زمان. فالمنتج الصيني لازم تتشال السمعه اللي هي كانت موجوده ان يقول لك دي حاجه صيني. بالعكس، الصين فيها جميع المواصفات الجيده للسيارات، مواصفات الامان، والصين كمان بتقوم بكل الاختبارات للسيارات، واحدى الدول التي تصر على الاختبارات التصادميه. الاختبارات التصادميه للسيارات دي اعلى درجات الامان. طيب الحته اللي انت بتقول عليها دكتور، يعني مساله اللي هي الثقافه اللي يمكن اللي موجوده لدى بعض العامه داخل المجتمع المصري، هي فكره الثقه بقى يعني في المنتج المصري او المنتج الصيني والتعاون معه. ممكن في شفنا تجارب بعض السيارات الصينيه اللي هي موجوده بالفعل على الاراضي المصريه وممكن منتشره وكلنا بنشوفها طبعا في الشوارع، وبالتالي يعني نؤكد او نروج لهذه مثل هذه المنتجات بالفعل انها ستفيد ان الصناعه المصريه الصناعه الوطنيه بالفعل قادره على منافسه هذه الصناعات العالميه، ولابد ان نثق في المنتج المحلي في نهايه الامر ونتعامل مع هذا الامر. انا عايز ااكد لسيادتك فعلا حاجه واقعيه على ارض الواقع. جميع مصانع السيارات في مصر سواء سيارات الركوب او الباصات او غيره دي بتبقى واخده رخص تصنيع من الشركات العالميه. معنى ان انا اخد رخصه التصنيع معناها ان الشركه الام اللي هي بتديني الرخصه بتحضر بدايات التصنيع وتجارب السيارات وبتتاكد من عمليه الجوده اللي موجوده بنسبه 100% زي مثيلتها التي تنتج في مصانعها الاصليه في الشركه الام. فالجوده بتاعه جميع السيارات المصنعه داخل مصر هي نفس الجوده واحيانا تفوقها في بعض انواع السيارات. ودي حقيقه انا يعني مش بنقولها، لا احيانا تفوقها فعلا، يعني في بعض التعديلات او التطوير بيتم هنا. ويمكن ده ليه سبب، احنا عدد المنتجات اللي بتتم عندنا بيكون طبعا عدد قليل نسبيا بالنسبه لعدد السيارات المنتجه من المصانع الام. فبيبقى ان يعني الانتاج بتاعنا شبه انتاج يدوي، هو مش يدوي بالفعل، ولكن قلة عدد المنتجات بتبقى عدد من الآلاف يعني بتخلي ان في رقابة على الجودة اكتر، بتاخد وقتها اكتر. وكل التجارب التي اتت والشركة الشركات الام اللي بتيجي تعمل اوديت يعني اختبارات على هذه السيارات واختبارات على تصنيع السيارات وخطوط الانتاج بتدي كلها تقارير ممتازة. المنتج المصري ممتاز ويجب ان نثق في صناعه السيارات المصريه. طيب وكان لنا تاريخ وكان عندنا مصانع وعندنا حاجات كتير كلها ليها يعني، ومصانع الانتاج الحربي يعني كانت بتقوم بدور كبير جدا في هذه العمليات التصنيعيه اللي هي موجوده، وبالتالي لفكره الاهتمام بهذا القطاع تنميته بالفعل داخل مصر، استعاده هذه المصانع لدورها في المرحله المقبله ودعمها ليس بس على صعيد مثلا السيارات الكهربائيه لكن على مختلف الصناعات اللي تخص هذا المجال تحديدا. يعني لما بنتكلم على مصانع الانتاج الحربي، مصانع عريقه جدا لديها إمكانيات هائلة ومتنوعة. طبعا هي فيها المنتجات الحربية وفيها المنتجات المدنية أيضا لاستغلال الطاقة الفائضة التصنيعية لفائدة المواطن وفائدة مصر بإنتاج منتجات جيدة وأقل تكلفة، لأن طبعا المصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وما أشبه هي لا تهدف للربح أكثر من أنها بتهدف لخدمة المواطن المصري. فيها إمكانيات تصنيعية هائلة يمكن استخدامها فعلا. ولو تكلمنا على صناعة السيارات تحديدا هي قادرة على تصنيع السيارات وعلى تصنيع مكونات السيارات. طيب كمان سيادة اللواء لو عايزين نتكلم على فكرة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة، صناعة السيارات بشكل عام، وأن يتم يعني تجميع او صناعه هذه السيارات من الماركات العالميه اللي احنا بنسمع عنها كما حدث في بعض الدول اللي هي خدت توكيلات لبعض هذه الصناعات، طبعا بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري في نهايه الامر. هل هناك خطه واضحه لهذا الامر او توجه لهذا الامر في الفتره المقبله؟ الحقيقه يعني لما بنتكلم على استراتيجيه توطين التكنولوجيا بنتكلم على ان احنا نكون مركز اقليمي. يعني ايه مركز اقليمي؟ نعم. معناها الاستثمار المباشر. معنى الاستثمار المباشر إن الشركات الكبرى بتأتي وتجعل مصر مركزا لإقامة مصانع كبيرة. هذه المصانع الكبيرة قادرة على إنتاج كثيف العمالة، إنتاج كمي يتوجه للتصدير.
حتة التصدير دي هي الكلمة السحرية لتقدم الصناعات كلها، وعلى وفي مقدمتها ما نتحدث عنه وهو صناعة السيارات. النهاردة الانتاج الكمي معناها التصدير، التصدير بيساعد على تطوير الخطوط. مين اللي بيفتح لي الأسواق في الخارج؟ هي برضو الشركات اللي بتعمل معايا شراكة. فالسر في تقدم صناعة السيارات ان انا اعمل شراكة مع شركات قوية تأتي لكي تستثمر داخل مصر وتقوم بإنشاء مصانع كبيرة وصناعات أيضا للمكونات، صناعة المكونات. وخلي بالك أن صناعة المكونات مش بنقول هو مصنع الجزء ده بس، أما بيكون في مصنع الجزء مثلا زي مجموعة التبريد، بيكون في مجموعة من المصانع الأصغر اللي بتعمل الأجزاء الأصغر، وفي مصانع درجة ثالثة برضو بتعمل الأجزاء الصغيرة خالص. فدي كلها بتعمل تكنولوجيا، بتعمل تشغيل أيدي عاملة، مصانع صغيرة للشباب، وبتؤدي إلى في النهاية إلى إنشاء مجمعات صناعية وتقليل نزيف الاستيراد. طيب هي فكرة المجمعات الصناعية، يعني احنا يعني لحد ما البنية التحتية اكتملت لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ومنطقة محور قناة السويس وغيرها من الأماكن اللي بالفعل اللي هي الخريطة الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها، وبالتالي فكرة الترويج بقى أو التواصل مع مثل هذه الشركات العالمية لجذبها إلى السوق المصري، أعتقد أن هناك خطة من الدولة لتعامل مع هذا الملف، وبالتالي ما هو المطلوب من الحكومة المصرية حتى يمكن جذب هذه الاستثمارات وهذه الشركات إلى السوق؟ هقول لحضرتك، هو كان دايما بيتكلموا عن استراتيجية صناعة السيارات. حاليا الدولة مش بتحط بقى قانون لاستراتيجية صناعة السيارات، هم الدولة أعلنتها من خلال السلطات الصناعية إن هو خطتهم أو هدفهم أو استراتيجيتهم إن هم يجذبوا الشركات الكبيرة للاستثمار المباشر. نعم. اللي أنا اتكلمت عنه إن هو يجي يستثمر هنا ويعمل مصانع ليه، وهو برضو اللي بيفتح لي الأسواق الخارجية للتصدير. نعم. والكلام ده بينطبق على صناعة السيارات وعلى صناعة المكونات. فهو ده الاتجاه، إن هو جذب الاستثمار، إنشاء صناعات كبيرة، التصدير. التصدير كلمة سحرية فعلا لتطوير جميع الصناعات المصرية. طيب. عايزين نتكلم بقى عن التحديات بقى، يعني احنا بنعمل اللي علينا اهوت، وهذه البنيه التحتيه موجوده والمناطق الاستثماريه موجوده والجهود موجوده والاستراتيجيه موجوده، لكن ربما هناك بعض العقبات او ربما بعض التحديات نسميها تحديات. ابرز هذه التحديات اللي انت شايفها مثلا او المطلوب يعني للعمل اكثر واكثر في الفتره المقبله؟ هو الـ اذا تحدثنا تحديدا عن صناعه السيارات الكهربائيه، نعم، هو اللي بيعوق انتشار السيارات الكهربائيه هي مش بس في مصر، في العالم كله حاجتين. أول حاجة عدم انتشار البنية الأساسية لمحطات الشحن. تمام. الكلام ده مش في مصر بس، في العالم حتى على مستوى أوروبا وعلى مستوى أمريكا نسبيا هذه المحطات قليلة وانتشارها برضو محدود. يعني إذا كان عندنا هنا عشرات هناك آلاف، بس برضو تعتبر قليلة بالنسبة للمساحات الشاسعة. الحاجة التانية اللي هي بتعوق انتشار السيارات الكهربية هي السعر، لأن السيارات الكهربية لو قلنا قارنا بين سيارتين من نفس الفئة بالوقود البترولي والسيارة الكهربية بنلاقي السيارة الكهربية أعلى. طب ليه؟ لازم يكون عندي ثقافة السيارات الكهربية، إن أنا بعرف إن أنا السعر الغالي للسيارة الكهربية إن أنا بدفع مقدما ثمن تقليل مصاريف التشغيل. تمام. ايه هي مصاريف التشغيل للسياره؟ هي حاجتين، الوقود، وده بينزل تقريبا الشحن البطاريات اللي هي بتاعه السياره مقابل نفس المسافه اللي بيمشيها بالوقود الى السلس واحيانا الى الربع، فده توفير. تاني حاجه الصيانه، مصاريف التشغيل الجزء التاني بتاعها الصيانه. الصيانه تقريبا معدومه أو قليلة جدا بالنسبة للسيارات الكهربية، لأن أنا ما عنديش بقى تغيير بوجيهات وزيوت وسيور، القصة هي قصة مختلفة خالص. سيارة بسيطة عبارة عن محرك كهربي، بطاريات، كنترولر، كمبيوتر بيدير هذا، كل الإشارات اللي بتأتي للسيارة عن طريق كهربائي. الإشارات الكهربائية. طيب يعني احنا محتاجين عملية تأهيل بقى داخل المجتمع، تأهيل ثقافة السيارات الكهربائية، وكمان توفير الفنيين اللي هيتعاملوا مع هذا المجال. هو اوتوماتيك اول ما بتكون موجوده انواع من السيارات الكهربائيه عاده بالتوكيلات بتدرب المسؤولين والفنيين في خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانه عليها.
فدي سهله، هي غير منتشره عشان السيارات الكهربائيه غير منتشره. طيب يعني احنا خلال الاربع سنين بنتكلم عن 2000 حافله تقريبا او اتوبيس هيكونوا موجودين داخل السوق المصريه بتقدم الخدمات المختلفه، وبالتالي هل البيئه بقى اصبحت مناسبه لهذا الامر، ولا هي خطوه خطوه بيتم التعامل مع هذه الحافلات حتى تنتشر هذه الثقافه اللي احنا بنتكلم؟ لا، هو بالنسبه لهذه الشراكه اللي اتحدث مع هي شركه فوتو مع الانتاج الحربي، ده شراكة منظمة واضح أنها معمولة بشكل جيد. لأن إحنا النهاردة بنقول 4000 سيارة على 4 سنين تقريبا. هم 2000 على 4 سنين. 2000 على 4 سنين نتمنى أنهم يوصلوا ل 4000. معناها أن أنا هعمل في السنة مثلا حوالي 500. احنا بنتكلم على 500 اتوبيس مش 500. حافلات كبيره يعني، مش حاجات صغيره في الموضوع. مؤكد ان هم عاملين حساب خدمات بعد البيع، مؤكد ان هيكون في تدريب للعاملين سواء في الانتاج او في خدمات بعد البيع. تمام. وده طبعا، وهيكون في توفير لقطع الغيار اللي هي موجوده للصيانات ومحطات الشحن وكل الامور دي. هي ميزه الاتوبيس ايه دلوقتي لما انا استخدمه اتوبيس كهربي زي ده بقى بيخلينا نتفادى مشكله عدم توفر محطات الشحن في الطرقات. تمام. لان هو ليه اماكن مبيت اللي هي الجراجات بتاعه اللي موجوده فيها، بيأدي الدوره بتاعته بيرجع بيعاد شحنه. مش كده وبس، ممكن في المحطات يتم الشحن بشكل الكتروني او في تكنولوجيا، ان هو في الثلاث اربع دقايق اللي واقفهم في المحطه بيخش بينشط تاني البطارية. لان الشحن السريع، انا النهارده بنقول السيارات الكهربائيه بوجه عام لما تشحن بال 240 فولت اللي هو اي التيار العادي بتاع المنزل في 6 ساعات 8 ساعات وهكذا، لما بتشحن بالشحن السريع اللي هو 480 فولت ده بياخد تلت ساعة أو 25 دقيقة. تمام. ففعلا إعادة الشحن سهلة، والشحن أثناء المشوار اللي بيعمله أتوبيس الدورة بتاعته سهل، والأسهل هو إعادة شحنه في مناطق المبيت. فالبدء بالأتوبيسات هو خطوة صائبة. تمام. احنا نتمنى بالطبع اللي هي التوسع في هذا الامر، هو له فوائد كبيره جدا طبعا، وهتعود علينا كلنا بالنفع اكيد يعني بالطبع، وترقى بالخدمه المقدمه للمواطن المصري في نهايه المطاف، طبعا نحافظ على البيئه كمان اللي احنا عايشين فيها. انا بشكر حضرتك سياده اللواء المهندس حسين مصطفى، خبير صناعه السيارات والمدير التنفيذي لرابطه مصنعيه. شكرا فندم. وكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد هذه الوقفه الاقتصاديه.